روح الفانيلا الحمراء مش كلام، روح الفانيلا الحمراء فعل، وده اللي شفناه، ده اللي شفناه في الملعب من تلاحم بين كل جماهير النادي الاهلي وكل من ينتمي للنادي الاهلي العظيم. ده روح الفانيلا الحمراء، روح الفانيلا الحمراء اللي احنا كجماهير او كمنتمين للنادي الاهلي او لعبنا في النادي الاهلي كلنا نعرفها، اللي غيرنا يعرفها، اللي كل العرب بيتكلموا عن النادي الاهلي وانجازاته، وان النادي الاهلي ده ما بيضيعش سنه من غير بطوله. لما تيجي سنه من غير بطوله في النادي الاهلي، وده ما حصلش يعني غير نادرا، يبقى في حاجه غلط، مش في المنظومه، ولكن في حاجه غلط حصلت السنه دي. فالنادي الاهلي ده حاجه عظيمه قوي 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 قوي، نعمه من نعم ربنا علينا، نعمه الانتماء للنادي الاهلي. روح الفانيلا الحمراء ودورها في الوقت القاتل. ومنهم قال لك ايه ده، في ناس يعني انا مش عايز اتكلم على حد، ولكن في ناس قالت لك ده خلاص البطوله خلصت، البطوله خلصت. ولو بصيت في عيون جمهور النادي الاهلي العظيم اللي كان في قطر، تحس ان النادي الاهلي خد البطوله، والنتيجه 1-0 لفريق الرجاء. البطوله في النادي الاهلي، مش عايز اقول لك ان بطوله مش هتفرق مع النادي، يعني مكسب بطوله مش هيفرق مع النادي الاهلي، ولكن روح الفانيلا الحمراء وقيم ومبادئ الفانيلا الحمراء وشعار الاهلي فوق الجميع، شعار الاهلي فوق الجميع، اللي البعض بيصوره بصوره تانيه خالص، انما هو معروف مقصود ايه.